لو تدعي لها المرة من هنا بك. المرة ما عاد في مرة. الله يرزقك الناس فضلك. يجيب اللي فيها يا أخي. صراحة الإنسان عندما ينظر يعني إلى أول شيء جمال هذا الطير وبديع خلق الله في هذا الطير. والعجيب الآن يعني لما ترى الطير في كبد السماء وهو يحوم، من ثبته؟ الله يعني تراه ريش والله. يقول سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. يعني من ثبت هذا الطير في السماء؟ من أعطاه هذا الطيران هذه القوة؟ والعجيب سبحان الله لو تلاحظ عينها صغيرة ما تجي يعني كبر طرف أصبعك. ها من أعطاه حدة البصر, حدة النظر وهو في سبد السماء يشوف فريسته وهي تعتبر أصغر من النقطة. الله نعم. فمن أعطاها القوة هذه؟ قوة الإبصار وقوة الطيران وقوة الانقضاض على على فريسته وسرعته وذكائه ولين يجي ياخذها في مقتل. في نقطة الانقضاض هذه ذكرتني في أول ما عرفت الطيور كنت أحس بأن الطير أول ما